سبب واحد دايما في سبب انتقالي للزمالك لا سببين سبب واحد الفلوس كانت دايما هي دي كانت العقبه بالنسبه لي. اول مره انا كنت بلعب في نادي السكه الحديد كان عندي تقريبا 13 سنه كنا بنلعبهم في دوري القطاعات اللي هو الجمهوريه ده وكان المدرب بتاعهم كلمني الله يرحمه كابتن محمد عباس ورحت فعلا نادي الزمالك واتمرنت معاهم شهر وبعدين جت في بدايه السنه المفروض هم يخلصوني من النادي راح قالوا لي احنا ما فيش فلوس ومش هينفع وكده فرجعت طبعا نادي السكه وكابتن محمد عباس برضه الله يرحمه مشي راح وادي دجله والسنه اللي بعدها خدني دجله فهم اشتروني بقى وانا عندي 14 سنه رحت دجله. تاني مره كنت قعدت مع استاذ احمد مرتضى وكنا تقريبا بنتكلم في كل حاجه وحصل ان كان في يناير الكلام ده كنت ساعتها في شهر ديسمبر وكانت الانتقالات بتاعت يناير وكان في مكان واحد في القايمه وخالد بوطيب اتصاب وكانوا هيمشوه وكان كاسونجو راجع من اعاره تقريبا اعارته حد فسخها كان في حته وفسخوا الاعاره بتاعته وكانوا هو ده المكان الوحيد فمشى بوطيب وجي كاسونجو وراح قال له ساعتها ممكن تمضي وتروح مش عارف ايه طب انا اللي خليني امضي ما خلاص انا رحت اليونان ساعتها. المرة الثالثة بقى دي لما رجعت بقى من اليونان وقعدت مع كابتن أيمن يونس وتقريبا خلصت كل حاجة وبعدين تاني يوم قالك مفيش فلوس في النادي واحنا مش هنمضي لعيبة جديدة وفعلا مفيش ولا لعيب جديد جه في الفترة دي. أقدر أقول بنسبة كبيرة لأن احنا كنا بنتكلم ساعتها وكان الكلام رايح جاي ما كانش فيه أي مشكلة وبعدين بعدها أنا كنت ساعتها بلعب في أمريكا وسافرت بعدين لقيت حصل بقى موضوع المشاكل ده ظهرت وبعد كده كلهم مشوا تقريبا والموضوع وقف تماما يعني ده كان اللي حصل يعني بنسبه كبيره لما كملناش تفاوض تقريبا بسبب الموضوع ده يعني.